هو البطولة العربية اسمه الألعاب العربية مش إفريقية. نعم الألعاب العربية. نعم بو أنا كي نقيم على حسب الفرق اللي كانت هنايا، لأن احنا كي نشوفوا كي نتكلموا على المنافسة هذه ونتكلموا على الفرق اللي شاركت، احنا رجعونا فريق ألف والفرق اللي شاركت با، هذه معناتها فيه نية تاع باش يعطوا صورة خاطئة على وسرة كامل، لأنه الفريق تاعنا هذا ما نقدرش نقول فريق ألف، لأنه من الفريق هذا كاين لاعبين اثنين اللي كانوا فريقين فريق ألف. كي نقول لاعبين اثنين اللي كانوا فريق ألف، كاين نعيم زهير اللي ما كانش أساسي في كأس العالم، ما كانش الدور تاعو ما كانش كبير، وكاين زموشي اللي كان الحارس الثاني، لأن الحارس الأول هو خليفة نعم. بالإضافة إلى ثلاث لاعبين اللي شاركوا، بصح المشاركة تاعهم كانت تقدر تقول رمزية، لأنه اللاعب اللي ما يشاركش أكثر من ساعة في مونديال ما تقدرش تقول شارك، لأنه اللاعبين هادوك مشاركين فيها، كاين مشارك ربع ساعة، كاين مشارك نص ساعة، معناتها الفريق كامل تقدر تقول ما عندوش تجربة، الفريق كامل جديد، وما نسميهش فريق ألف، لأنه كان فريق ألف كنا نجيبوا لاعبين واحد آخرين يشاركوا. مقارنة مع الفرق اللي سموهم فريق با، كاين الفريق السعودي اللي هو نعم. فريق ألف تاعهم، وهما قالوا احنا جينا بالفريق الأول. فريق سعودي هذا أنا لعب ضده في 7 لاعبين، لعب ضدهم في 2013 وفزنا عليهم بصعوبة في إسبانيا في كأس الرئيس. نعم. والفريق تاعو السعودي هذا فاز علينا في 2015 في كأس العالم، نفس اللاعبين. علاش نقولوا فريق ثاني ولا فريق باش نقصوا من المنافسة؟ فريق ثاني فريق العراقي، فريق ألف وفريق قوي. أنا شفت فريق العراقي في المنافسات تاع كأس آسيا خسروا مع البحرين اللي هو من أحسن الفرق العربية حاليا، في كأس العالم شفناهم، في كأس الأولمبياد شفناهم، خسروا معهم فارق هدفين ولا في آخر وقت، وحبينا نطيحوا بهم لأن الفريق العراقي ما عندوش مستوى. أنا شفت فريق عراقي في النصف نهائي ضد قطر هازم فرق هدف، وحتى هما اشتكوا من التحكيم وكل شيء. بالإضافة إلى الفريق واسمه الفريق القطري، فريق قطري هذا متكون من لاعبين أقل فيهم واحد لعب 3 سنوات 4 سنوات مع الفريق ألف، منهم فيهم لاعبين اثنين اللي هما وجدي سنان وزاركو اللي هما كانوا نائب بطل العالم في 2015 نعم في قطر ايه. وغلبيتهم كاين هيبة هذا يلعب فريق الأول، جناح يلعب فريق الأول، عندها فرق قوية، علاش نكذبوا يعني هما خليط من لاعبين شبان والفريق القوي؟ لا ما عندهمش فريق شبان باش نفهموا. الفريق القطري ما فيهاش فريق شبان، الفريق القطري عندي لاعب انا كان يلعب معايا في 2011 هو ابو منجل، كان شارك معنا في كاس العالم 2011، كيفاش نقول لاعبين شبان؟ وحاليا يشارك مع الفريق القطري بالاضافه الى كامل اللاعبين، معناتها لاعبين عندهم تجربه. الان صح فريقنا كانت عنده نقائص، فريق درنا اوكومبلي كما نقولوا، درنا 15 يوم، ما نقدرش نطلب انا من اللاعبين هادو يكونوا في مستوى عالي، درنا اخطاء في الدفاع، اخطاء في الهجوم، بس على المشكل تاعنا احنا كنا نصلحوا في المنافسه، كنا نصلحوا الاخطاء في المنافسه، هي من الفروض دير تحضير تلعب مباراه وديه تصلح، احنا صلحنا في المنافسه. رغم ذلك اللاعبين لعبوا كما قلت، لعبوا كما لازم، صح عطاو كامل اللي عليهم، وهذا هو اهم شيء. هذا كان نحكي لك على المستوى تاع الفرق وكيف احنا كنا وكيف الاخر، من غير ما ماشي كيما شي ناس اللي حبوا يرجعوا لنا احنا فريق الف والاخرين با وما قدرناش نفوزوا عليهم. طبعا فيما يخص تحضير لهذه المنافسه ما نقولوش بلي التحضير كان ممتاز ولا كان على اعلى مستوى، الكل على بالنا بلي انت عندك تقريبا شهرين ملي تم تعيينك فقط او اقل هكذا، اقل من شهرين، والتحضير لهذه المنافسه مثل ما قلت كان في ظرف اسبوعين فقط، ما كانوش كاينين ايضا مباريات وديه لهذا الفريق، يعني ما عندوش مباريات يديه في يديه، ربما اخر مباريات لعبوها مع المنتخب الوطني ولا مع المنتخبات الوطنيه تعود الى تواريخ بعيده، وهناك ربما ما لعبش مع المنتخب الوطني اصلا، جدد جبتهم باش تدعم بهم الفريق للمستقبل، يعني حتى الظروف المحيطه بالمشاركه هذه ما كانش ظروف مثاليه باش ربما نطالبوا اكثر مما حصل. شوف هي المفروض كان راح يشارك فريق با. انا كي تكلمت مع الرئيسه قلت لها ولا الفريق با يشارك خليه يشارك، ولا ما يشاركش انا مش راح ندير نفس اللاعبين اللي فريق با، لان شفت فريق با لاعبين كبار كثير في السن
وما نقدروش نقولوا هاد اللاعبين راح يمدوا من بعد حتى ولو مستواهم مليح. انا نفضل لاعبين شبان اللي يقدروا في المستقبل يتحسنوا. التحضير تقدر تقول بدي التحضير باللاعبين اللي ما ترشحوش للنصف نهائي، لان كانت فرق كان داروا اربع فرق ترشحوا للنصف نهائي، ما قدرش ندخلهم مع الاول، دخلت غير اللاعبين الاخرين. وتقدر تقول خدمنا بعد النهائي تاع البطوله اللي فازت بها عين توتا، دخلنا خدمنا 15 يوم. انا اشوف الحاجه اللي نقول كانت مليحه هي من ناحيه البدنيه، لعبنا 6 مباريات تحضير تاع 15 يوم وكومبلي، وتلعب 6 مباريات من غير اصابه، لا ولا لاعب صارت له اصابه الحمد لله، ولعبوا بهذاك النديه 6 مباريات، نظن حاجه مليحه. الان من ناحيه الدفاعيه من ناحيه الهجوميه كاين نقائص، لان لاعبين نعطيك كمثال باش تشوف تجربه، احنا ضد السعوديه خاسرين فرق واحد، فرق هدف واحد، وتقول للاعبين ما تعملش خطا، وبقات 15 سكوند معناتها تشوف اللاعب السعودي يحوس يجيب لافوت وحنا نديروا لافوت، معناتها هذه نقص تجربه. ان شاء الله اللاعبين هادو يعرفوا باللي كي ما يبقى لكش حظوظ خلي اللاعب يمشي باش تكون عندك الاخر. في اخطاء ثاني في الدفاع، كي اللاعب تقول له ما يتعدالكش خارجي، نقولوا اكستيريور، حنا ما يتعدالكش ويتعدالك مره اثنين ثلاثه، معناتها اللاعبين مازال ما وصلوش درجه تاع وين يطبق كيما لازم. لان على بالك في كره اليد باش تلحق مستوى لازم تلحق لي زوتوماتيزم، لازم اللاعب يديرها اوتوماتيكي، الاشياء يديرها اوتوماتيكيه، وهذه ماشي في 15 يوم، ماشي في منافسه، لازم بتجربه كبيره هذه. اكيد اكيد. طبعا فيما يخص ربما النقطه، انا ماشي باش ندخل في الخيارات تاعك، لكن من بين ابرز اللاعبين اللي عندهم خبره في هذا النوع من المنافسات كاين بعض اللاعبين موجودين في فريق مولدية الجزائر. فريق مولدية الجزائر للأسف الشديد الكل يعلم مشاكله هذا الموسم، ما لعبوش منذ تقريبا شهر أفريل. ربما كانوا عندك خيارات أقل مقارنة لو كان مثلا المولودية لعبت البطولة ولاعبين كانوا كومبيتيتيف، يعني كانوا عندك خيارات أقل مقارنة بالفترات العادية، يعني لو كان المولودية لعبت عادي. شوفي على كل حال كانت واحد لازم ياخذ قرار، لانه علاش تروح تخير لاعبين وما حابسين شهر ما تجيش، لانه أكثر انا اللي من شهر تقريبا يعني. انا اقول شهر لانه نعم. علاش انا اخترت لاعبين مثلا اللي كانوا في السعوديه، اللي كانوا في كيما الحارس كان يلعب في الكويت وكنت نشوفه ادى موسم ممتاز اللي هو الحارس زموشي، كيف كان بليدا كان يلعب في تركيا كيف حتى الدائره عبد الجليل، هادو ما شفتهم بالاضافه للاعبين اللي شفت في البطوله تاع الجزائر. ما نقدرش نخير لاعبين ما شفتهمش ومانيش عارف شنو يديروا، مانيش عارف، هذه حاجه عاديه. هذا ما يعنيش معناتها من الفوق ما يكونوش، باش تكون لازم تبان، لازم تظهر، لازم نشوفوا الوضعيه تاعك البدنيه. لا هذاك اكيد انا قصدي يعني كانوا عندك خيارات ليميتي، ما كنتش قادر تخير بأريحية، يعني ما عندكش الدوليين اللي يلعبوا في الخارج، وزيد إضافة إلى ذلك. شوف من ناحية الدوليين، أنا قلت نقدروا نلعبوا على الذهبية، لأن علاش ما جاناش عبدي. عبدي كان كونفوكي ما جاش، ما جاناش حد صادق. هادوما اللاعبين صح لاعبين دوري في أوروبا وصعيب وكل شيء، بصح على الأقل لاعب كي تناديه منتخب يجاوبك يقول لك حاجة، مانيش قادر نجي أنيعيا معقول، بصح لاعب ما يعطيك حتى خبر معناتها ما قيمكش، وهذه شيء آخر. هذا منتخب تاع الجزائر، هذا مش معناتها باش نعاقبوه ولا الواد، لا ماشي هذا الشيء، بصح باش يعرف باللي كي ناديك دير كونفوكاسيون لاعب على الأقل جاوب. أنا كان عندي كلام مع بركوس قلت له أنت ما راكش في هذه، بصح لو كان تقعد في مستوى عالي تكون في ليكيب ناسيون حتى ولا السن تاعك الآخر الحق 33 ولا 34 وتكون نعم. في مستوى عالي تلعب عندك الاخر تلعب، لان ندو المنتخب ندو اللاعبين مستوى. بس عبدي ما عطانا حتى خبر، ما جاوبش يعني اصلا، ما جاوب اصلا، ومن بعد نسمع به راح لعب ضد المنتخب تاع 19 سنه، شيء معقول؟ وكاين شي ناس يشجعوه كيفاش يلعب مع منتخب، كيفاش يجي يلعب مع المنتخب هذا، شيء اشياء تاسف، لانه لاعب كيما قلت لك عبدي اللي الحق حاليا عندنا احسن لاعب جزائري اللي هو يلعب نعم. هيك وبالخصوص كغوشي، معناتها كنا محتاجينه بزاف، لان تخيل لو كان معنا
هو كل مباراة يسجل 7-8 تخيلوا كان لعبنا أنا نفزنا بذهبية وبالك تقدر بسهولة. ثاني لاعب لي واحد صدوق لي كلمت خوه كلمه قال لي أنا عندي حبست وعندي نونتريني ونحبس لو دو معناتها ماكش حاب تجي ماكش حاب تجي شغلك ماشي مشكل هذا ما لهموش قدا قرار ما يلعبش أوكي. هذا أني نقول شوف المنافسات كما هذه مانيش نقول أنايا لازم يجي ولا لأن احنا واش محتاجين كوب دافريك باش نروحوا لكأس العالم أكيد بس على الأقل